بالراس عبد الله خطاب، كرة الله، جول، هدف لهجر، هدف هجراوي، لكنه هل من إيران صديقة أم لماذا؟ والفرحة الهجراوية التي ربما يستغرب ممن لم يتابع حجر بأن هذه الفرحة نعم لم تتكرر كثيرا، وبحاجة إلى فرحة. حجر يتقدم الآن، وأيضا هنا مدير الاحتراف فهد مسلم، وأيضا جانب من جماهير حجر وجوكيكا، لكن الحسرة هنا على فلاديمير. خلينا نشوف بالإعادة الكرة من عبد الله خطاب، وبالتالي هنا ايضا بالاحضان مع مشعل اسعيد. خلينا نشوف، شوف الكره لم تكن بتلك الخطوره، وبالتالي حاول يخلصها الصبياني، واتت في قدم عبد الله خطاب وسط فرحه. وهدف اول في المباراه، سمعتوا المثل اللي يقول رب رميه من غير راس الحربي. محاولة الآن الدوسري، عبد الله يحاول داخل منطقة الجزاء إلى ياسين برناوي، لا زالت الكرة عوضة. جول التعادل، هدف التعادل، جاريتا يسجل هدف التعادل، وأيضا شوف برناوي وجاريتا. وبانتظار تأكيد الهدف أو يكون رأي آخر،